ايوه. طب الابيض والاسود، هل فرط الحركه بيقابل التوحد؟ يعني هل ده الاوبوزيت بتاع ده؟ يعني ده مرض منتهى الحركه وده مرض منتهى الانطواء؟ الاوتيزم او التوحد مختلف تماما عن اي دي اتش دي. ده بنتكلم عن مرض نفسي وده بنتكلم عن اضطراب نفسي. الاوتيزم هو بيتولد عادي جدا، بيبدا عن وبيكلم بيكون حصيله لغويه كويسه جدا ويبدا يتكلم وبقى ذكي جدا في بالظبط. الارقام بالذات. لا هو بص بقى، الماده الرماديه خاصه بالذكاء تبقى عنده ممتازه وكويس جدا. الفكره كلها هو عنده تفاوت بين انا عمر الزمني والعمر العقلي. يعني مثلا بتتكلم معاه هو عنده 20 سنه، بس لو انت بتتكلم معاه هو لسه طفل عنده مثلا 9 سنين او عنده 8 سنين. ادراكه هو عنده تاخر في بعض الحاجات، وبعدين احاسيسه يعني في درجات. في ناس مثلا ما بتحبش العناق، حد يحضنها لازم تكون متباعد عنها، في ناس عادي جدا. فهو التحصيل الدراسي بتاعه كويس جدا في بس في بعض المواد، عشان كده بيحتاج لشادو تيتشر او حد يكون جنبه. بس اللي هو الاي كيو بتاعه اختبار الذكاء بيكون قليل عن اقرانه. واحد العمر الزمني بيكون مختلف عن عمره العقلي، بس هو ذكي جدا، فطبيعي التحصيل الدراسي بتاعه بيكون مختلف. وبيكون بيتولد عادي جدا، عشان لحد النهارده هم مش عارفين زي متلازمه داون او داون سيندروم. هو لحد دلوقتي هو في كروموسوم فيه مشكله 24، فهو مش عارفين ايه المتسبب. فهو بيتولد عادي، لو احنا بنتكلم على الاوتيزم او التوحد هو بيتولد عادي وبيتكلم عادي. من اول سنتين ونص او 3 سنين ببدا الاحظ ايه ده، الحصيله اللغويه ده يتقل، بدا يسكت، بدا يعمل حركات غريبه دائريه سواء يمين او شمال، بدا يعمل حركات متكرره، بيعمل صوت ما بيبصش معين في عينك ابدا. بالظبط. وفي بعض الشخصيات على حسب الدرجه ممكن ما بيحبش الصوت العالي. في ناس تبقى الظاهريه جدا درجاته الاولى، لا هو رافض اللي هو يسلم على حد او يعرف حد حتى اهله او ممكن يكون والدته، بس هو خلينا، رافض. لانه في يعني ناس كتيره قوي يبقى لما بيشوفوا ده بيظهر لهم في حياتهم بيحسوا ان دي اخر الدنيا. فانا جربت مع واحده اعرفها كويس قوي، ابنها اتشخص باوتيزم او توحد، حتى التوحد فيه انواع كتير جواه يعني. مظبوط. فعايزه اقول لك هي ما يئستش، هو ابنها الوحيد، فضلت وراه وعلمته وادته كورسات كتيره قوي مهارات. الولد النهارده كويس جدا يعني، بيتحسن لسه، مش هقدر اقول 100% كويس، لكن هو اتحسن كتير جدا جدا. ابتدى مستواه التعليمي يبقى قد سنه، مستوعب كويس قوي. يمكن الحاجه الوحيده هو لسه مش اجتماعي قوي، بس تقدر تقول ان دي صفه عند ناس طبيعيه. فعايزه اتكلم مع اولياء الامور اللي يمكن بيمروا بحاجه زي دي وحاسين ان دي اخر الدنيا. طيب اينشتاين كان عنده سمات توحد، فسمات التوحد هي فيها بعض السمات الانطوائيه مع المجتمع. هو شخص مختلف، زي ما كل واحد فينا عنده فروق فرديه فهو شخص مختلف. هو ذكي جدا في نوع من انواع الذكاءات. طيب احنا بس الفكره وهو صغير اول ما بنعرف اللي عندنا مشكله لازم تدخل مبكر. احنا بقى بنتاخر في دي، يعني التاخير الوحيد اللي بيعمله الاهل التدخل المبكر في حالات الاوتيزم، او لو كان عنده اي مشكله كان من ذو الهمم. لو محتاج ايه يعني؟ محتاج الاول بيعمل حاجه ده مهم جدا، مقاس ستانفورد بتاع الذكاء، انواع الذكاءات، اعرف الاي كيو بتاعه اختبار الذكاء وجايب كام؟ كام في المية؟ ده مهم جدا، عشان على اساسه اعرف اروح حاجه اسمها الارشاد الاسري، ازاي ابدا اتعامل معاه من جلسات تعديل السلوك. بس كتير ما تعرفش تعمل ازاي الاي كيو، وخصوصا اهالينا البسطاء يعملوا ايه؟ في جوه الجامعات الحكوميه، في جامعه عين شمس جواها مركز مختص بذوي الرعايه الاحتياجات الخاصه، تعمل الاختبارات مقياس ستانفورد، وفي اخصائيين نفسيين بتعملوه مركز كامل بحاجات مبالغ ضئيله جدا، وفي حاجات كمان حاجات ناس بره بيراوا الحاجات دي في حاجات بسيطه، وفي جامعات في الصعيد بتعمل مقياس ستانفورد بحاجه بسيطه. انا بقول المقياس ده بالذات عشان ده مقياس علمي بحت، نسال اسئله لمده 45 دقيقه حتى اي دي اتش دي. انا بقى ممكن اعمل اختبار وبطلع منه بعد 45 دقيقه بتاكد بشكل علمي هو هل صعوبات تعلم، هل هو عنده مشكله ولا لا. فده اول خطوه، التدخل المبكر. ولازم طبعا بتابع مع مخ واعصاب اطفال عشان يعرف هل عنده مشكله ولا لا، ممكن يجي له نوبات ولا لا، عنده مشكله في خلايا المخ ولا هو تمام. بعد كده بكمل طب نفسي اطفال،
طب نفس اطفال عشان معلش عنده صدمه او عنده مشكله نفسيه وازاي اعرف اتعامل معاه. تنميه المهارات، صعوبات التعلم، تنميه المهارات عشان ببدا بقى انمي فصوص المخ، الانتباه والتركيز وقوه الملاحظه ومهارات الحفظ. صعوبات التعلم عشان دايما بيبقى عندهم تاخر، فالتاخر عقلي بيبقى فيه تاخر كمان جسماني، فلازم اعرف صعوبات الكتابه، ازاي اعرف اكتب، ازاي اعرف اقرا، عندهم صعوبات حساب سليس كاودز جرافيا وصعوبات حساب، ازاي اعرف احل الاملة،